بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله خلصنا في الفيديوهات السابقة الراديوغرافيك اسسمنت في الشولدر جيردر اكزامينيشن. المرة دي إن شاء الله هنبدأ في الأرثروغرافي. الأرثروغرافي باختصار كده أنا بجيب كونتراست أو إيجنت وحقنه انترا ارتوكولا داخل المفصل على اساس ان هو يحسن لي البيكتشر اللي انا بشوفها بالاكس راي او ام ار اي اس تي او الترا ساوند. يبقى انا بحقن ماده جوه المفصل نفسه على اساس ان هو يحسن لي الايه البيكتشر لما اخدها باي حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها. الماده اللي انا بحقنها ديت ممكن تكون اكيوس او ووتر سوليوشن، واكتر حاجه بنستخدمها اللي هو اكيوس ايودين سوليوشن، وفي الحاله دي انا بسميها الايه بوزيتيف كونتراست، او بستخدم جاسوس ماتيريال زي الاير، وفي الحاله دي انا بسميها نيجاتيف كونتراست. يبقى انا عندي ايه اتنين نوعين، بوزيتيف كونتراست اللي هو الاكيوس ونيجاتيف كونتراست اللي هو الجاسوس. النيجاتيف كونتراست الجاسوس طبعا بيديك باك جراوند اسود بلاك باك جراوند، فبيعمل لي ديلينيشن او يبقى اللي هو السوفت تيشو الاستراكشر الموجوده داخل الجوينت تبدا تبان اللي انا ما بعرفش اعلق عليها بصوره كويسه بالاكس راي العاديه. يبقى هو بيبقى بلاك باك جراوند والاناتوميكال استراكشر او السوفت تيشو اللي موجوده داخل الجوينت بتبقى ايه باينه، حاجه زي الشولدر جوينت هنشوف فيها ايه الروتيتور كاف، الجلونويد لابرام، نشوف البايسبس تندون، نشوف الايه الكبسول من جوه ده، او نشوف الارتكولار كارتريج. ده الحاجات اللي ممكن تبان لي لو انا حقنت ده او حقنت ده. ان حقنت ماده واحده لوحدها ده بيسموه سنجل كونتراست، ان لو حقنت مادتين واحده نيجاتيف وواحده بوزيتيف مع بعض هنا بنسميه اللي هو الايه دبل كونتراست ارثروجرافي. يبقى انا ايه الارثروجرافي عندي هنا ايه اتنين ماتيريال قلنا اللي هو اكيوس او جاسيوس. طيب الاسماء يعني عندي ثلاث اسماء بالنسبه لهم، اللي هو عندي نيومو ارثروجرافي وبيك ارثروجرافي ودبل كونتراست ارثروجرافي. الثلاثه دول اللي هم الايه الثلاثه تايبز اللي انا بستخدمهم. النيومو ارثروجرافي من اسمها يبقى انا بستخدم جاسيوس كونتراست زي الايه الاير والاكسجين والكربون دايوكسيد، ده من الثلاث حاجات اللي احنا وساعات النيتروس اوكسيد برضو بنستخدمهم. ده الاربع حاجات اللي احنا ممكن نستخدمهم في الايه كنيجاتيف كونتراست، بالحاله دي بنسميها نيومو ارثروجرافي. طيب الاوبيك ارثروجرافي اللي احنا بنستخدم الاكيوس سوليوشن، وهو بالاخص هو الاكيوس ايودين سوليوشن، في حاجات ثانيه بس هو المستقيم اللي احنا بنستخدمه اكيوس ايودين سوليوشن. طب الدبل كونتراست بقى، الدبل كونتراست ارثروجرافي هنا بنحط كومباينيشن، بنحقن الاول اللي هو البوزيتيف كونتراست اللي هو الاكيوس ايودين سوليوشن الاول، وبعد ما نحقنه نحقن النيجاتيف اللي هو الاير او الايه الاكسجين او كربون دايوكسيد ايه بعده. طيب ميستو ايه هو ميستو؟ طبعا اللي هو لما بنحقن النيجاتيف بعده بيعمل ديلينيشن، بيحوط لي الايه او يحدد لي السوفت ستراكشر اللي موجوده جوه، سواء بقى تطلع تندون سواء تطلع كارت ايه السيرفس كارتريج او تطلع جرانيت ايه لابرام، اي حاجه من دي بيبينها لي كويس. فميزته طبعا ان هو عن السنجل كونتراست، اولا بيوسع خالص الكبسول، فما بيوسع لي الكبسول بيبين لي البايسب الجزء بتاع الايه التندون بتاع البايسبس اللونج هيد بتاع البايسبس اللي ماشي انترا كابسولار، ده بيبان فيه. ميزته كمان طبعا اللي هو السوفت تيشو بتبان لي اكتر لما بتحط الاثنين مع بعض. لو في جاب موجوده في التيتور كاف تير او ديجنريشن بتبينها لي برضو احسن من السنجل كونتراست، فالدبل كونتراست انا في الحته دي انا بيبقى احسن. طيب بنستخدمه ايه بالنسبه للشولدر؟ انا ممكن انا بستخدمه في الشولدر ان هو اللي لو في عشان يعمل لي ايفالويشن لو في تير في الروتيتور كاف او في ليجن في الجرونويد لابرام برضو يعمل لي ايه يبينه لي، وبيبين لي البايسبس تندون اللي هو جزء اللي هو انترا كابسولار،
ولو في اديسف كابسولايتس بيقدر يبين لي ان في اديسف كابسولايتس وحجمها قد ايه زي ما هنشوف في الايه في الصور القادمه. كمان ممكن نستخدمه في السب اكروميال ارثروجرافي. هنا بنستخدمه بنحقنه في السب اكروميال بيرسا، يبقى السب اكروميال بيرسوجرافي في الحته دي انا ممكن على اساس انه يبين لي الايه الاوتر سيرفيس بتاع الروتيتور كاف، الاوتر سيرفيس بتاع الروتيتور كاف والسب اكروميال سبيس برده ممكن ايه يبين لي حجم السب اكروميال سبيس. يبقى اللي هو الايه السب اكروميال بيرسوجرافي ده بيعمل لي فيجواليزيشن للاوتر سيرفيس بتاع الروتيتور كاف والسب اكروميال سبيس في حاله ما يكون عندي امبنجمنت. طيب نشوف بقى اللي هي الايه الحاجات اللي هي ممكن تبان لي. الصوره الاولانيه ديت هتبين لي ده النورمال. النورمال ايه انت انا دبل كونتراست الاير مع الاكيوس ايودين سوليوشن خدت بالكم، فبان لي بقى من هنا ده الارتيكولار كارتريدج بتاع الجيه الهيد بتاع الهيومرس اهي هيومرال هيد. وشوف السواد ده اللي هو الاير احنا قلنا بنعمل ايه الباك جراوند بتبقى سود، فبان لي او ديلينيشن او ديلينيتد او حدد لي الكارتريدج بتاع الهيومرال هيد. وهنا هي ايه ما فيش فيها ليجن ما فيش فيها حاجه خالص واسموث. الانفيريور ايدج هي بتاع الريتيتور كاف ده الفيلو اتش هو طالعه من سب اكروميال سبيس، فبان لي لو فيها ليجن او فيها حاجه كان بان لي برده. البايسبتال تندون هو طالع فوق للايه للانسرشن بتاعه البايسبتال تندون. خلي بالكم بقى من الحته دي اللي هو شفت الجيب اللي تحت ده او الجيب ده، ده الحته ريدندنت بتاع الايه الكبسول اللي عشان تديني الرينج اوف موشن كويس. ده في حاله شولدر كابسولايتس بيبدا الايه يحصل لها كونتراكشن فبتبقاش موجود الجيب اللي موجود ده زي ما هنشوف في الصور القادمه. ده النورمال بقى النورمال شفنا الارتيكال كارتج وده شفنا البايسبتين دول وهو طالع يحصل له انسرشن سوبر جرانويد، وده الروتيتور كاف ده اللور ايدج بتاع الروتيتور كاف تندون وهي طالعه من تحت الايه السب اكروميال سبيس. الصورة الثانية دي واضحة خالص الجزء ده ده في لابرال جلونيد لابرال تير الجزء ده، وهنجيب لكم صورة تبين لك النورمال مع الـ تير. ده جلونيد لابرال تير دبل كونتراست برضو ايه ارتوريوجراف ويبين لي الايه الجلونيد تير. يبقى دي في فين في الانتيريور انفيريور بورش في الانتيريور انفيريور ايه بورشن اوف جلونويد لابر. هذا جلونويد لابر ما والانتيريور انفيريور هذا الانفيريور وهذا هو انتيريور والانفيريور ايه بورش. يبقى انتيريور انفيريور بورشن كتير في جلونويد لابرام اللي احنا ايه كنا بندور عليها بالاكس راي قبل كده وقلنا فيها كام فيو نقدر نشوفها بيها قصص البرناجو باينه خالص في الدبل كونتراست ارثروجرافي. يبقى دي الصوره الثانيه. الصوره الثالثه ده لما انا عندي التندون بتاع الايه الروتيتور كاف و التندون بتاع الروتيتور كاف قدامنا اهوت وفي كالسيفيك تندونايتس في كالسيفيك تندونايتس في كالسيفيكيشن في الايه في التندون بتاع الروتيتور كاف الكالسيفيكيشن واضحه اهوت. وهنا برضو لحد ما مش باينه قوي لكن هو واضح في الايه في السوبر سباينيتس كالسيفيكيشن. الحته المهمه هنا بقى طبعا الجزء اللي تحت ديت شفت الكبسول بتاعتي ما عادتش باينه فيها كونتراكشن. الجيب اللي انا قلت لكم عليه في الصوره الاولانيه مش باينه فيها كونتراكشن يبقى ده معاه كبسولايتس وسوبر سباينيتس تندرايتس او ايه كالسيفيك تندرايتس للي هي سوبر سباينيتس تندرايتس. ده في بي برضه بالايه دبل كونتراست ارتروجرافي الاثنين محقوتين نيجاتيف وبوزيتيف كونتراست حقننا. هنجيب لكم كومباريسون بين الايه الثلاثه مع بعض اهوت. يمكن الصوره الاولانيه ديت ايه متاخده شويه اهي ادي النورمال اهو زي ما انتم شايفين. شفت هنا الكبسوله عامله ازاي هنا شوف الكبسوله عامله ازاي كونتراكتد خالص اهي ومش موجود الريدندنس اللي هي موجوده. يبقى في هنا ادهيسيف كابسولايتس اوكي السوبر ده التندون عندي خالص مفيش عندي الايه الحته اللي هي زي ما انتم شايفينها الكالسيفيكيشن اللي موجود هنا ده النورمال وده الكالسيفيك
تندرايتس في السوبراسبينيتس اللي قاعد على الجرانويد لابرم نازل اهو تحت مفيش عندي مشاكل كومبليت. هنا شفتوا الحته انا زي التراينجل ده اللي هو الانتيريور انفير بورشن اللي حصل له ايه كان كتير او من الايه الانستابيليتي اللي موجود. يبقى ده نبذه بسيطه او ابسط خفيف كده للارثروجرافي هو بنعمله امتى وبنعمله ازاي وبين ليه. بس هو طبعا لما في الحاجات اللي هي الايه المودرن اللي نزل الجديد الام ار اي والسي تي والالترا ساوند ايه ما عادش بيستخدم الصوره كافيه لكن بحطه معهم زي ما قلنا ان هو ايه احقن واشوف بيديني صوره احسن سواء مع الايه مع الاكس راي او مع السي تي او ام ار اي او الالترا ساوند. فانا لسه برضو بستخدم اللي هي الايه الكونتراست ده الارثروجرافي. ده نبذه بسيطه عنها. ان شاء الله نكمل بقيه الايه الريديولوجيكال اسسمنت في فيديوهات قادمه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.